السلام عليكم تلاميذي الاعزاء، معكم استاذ ناصري في انجليزيه، ومرحبا بكم في فيديو اخر معنا في القناه ناصري انجلي. اليوم جيتكم فيديو مهم جدا في الانجليزيه اللي هو How to write a paragraph part 2، كيفيه كتابه فقره الجزء الثاني. باش تكونوا تفهموا هذا الفيديو هذا لازم تكونوا ديجا شفتوا كيفيه كتابه فقره الجزء الاول اللي هو paragraphs part 1. نديرو خلاصة خفيفة على واش كنا نهضرو في paragraphs part 1. قلنا باللي نحكمو topic 1 تاعنا، نديرو introduction تاعو اللي هو التمهيد تاع هذاك الموضوع مهما يكون الموضوع education, civilization, food and safety, astronomy, child labor, corruption، مهما يكون ethics and business، تحكم الموضوع الأول، دير introduction تاعو اللي هي جملة خفيفة تعرف فيه هذاك الموضوع. ولا كانت education هي it's a worldwide phenomenon that happens all around the world, it's very bad، شغل تعرف الفساد. ولا food and safety، safety is very important to the human health، حنمدلكم قاع هاد التعاريف هذوما كي نروحو للطابلو. المهم دير introduction تاعك، لازم تخلي له الاسباس تاعك، موراها تروح الى development ولا البادي اللي هو العرض. في العرض تستعمل المعلومات اللي مدلك هو وتكون منهم فقرة تاع العرض. وش تستعمل تاني؟ قلت لكم استعملوا sequencers اللي هما first of all اولا وتعطيله المعلومة الاولى، ثانيا second of all وتعطيله المعلومة الثانية اللي مدها لك هو، عاود ركبها على شكل جملة. ثالثا ولا third of all ولا also، مديتهم لكم كامل في الجزء الاول هذوما، واعطيلو المعلومه الثالثه. واخيرا للمعلومه الاخيره اللي مدها لك استعملو finally اللي هي واخيرا. finally هذه ركب الجمله الاخيره اللي مدها لك في الفقره تاعك. مور ما ديرلو development تاع هذاك الموضوع، ونوري لكم بلي تقدروا تحكموا هذوك المعلومات تزيدوا لهم sequencers، ومن داك تزيدوا لهم عفايس زياده. دوك نوريهم لكم، ماشي اوبليجي، تقدر تدي النقطه تاعك تاع 3.5 ولا 3 على 5 بكل سهوله. ميم لو كان جامي قريت انجلي من قبل، ميم لو كان ما تفهمش عادي، ماشي مشكل كبير. يعطي لك المعلومات اللي تستعملهم ويقول لك ركبهم لي على شكل فقره. اوكي، قلنا يعطي لك المعلومات، انت دير first of all والمعلومة الأولى الثانية، second of all ولا secondly المعلومة الثانية تاعك، third of all المعلومة الثالثة، also اوكي يعطيك معلومة رابعة، والجملة الأخيرة اللي مدها لك وتركبها على شكل معلومة هتستعملها finally. هذه في العرض. دوكا الخاتمة، هضرنا دوكا على المقدمة اللي هو تعريف، body اللي هو development ولا العرض، الخاتمة. الخاتمة حتستعملو وخلاصة القول ولا in conclusion بالإنجليزية. in conclusion education is very important، ولا corruption must be stopped، ولا for example food and safety is important to the human health، مهما يكون الموضوع تاعك. انت وش عليك تشفى؟ شغل كاين تلاميذ قالوا لي أستاذ عطيني نحفظ فقرة كاملة ونروح بها لإكزامان نيفو ولا إكزامان تاع البكالوريا. قال لي أعطيني نحفظ فقرة ونروح بها، خاطش هم يقولوا باللي حطيه corruption، ولا هم يقولوا حطيه education. نعطي لك واحد المعلومة صغيرة يكون على بالك يا تلاميذي الأعزاء، لو كان تروح انتايا تحفظ فقرة تاع education وهو في ولا corruption، تحفظ فقرة تاع تعريف تاع corruption وهو في الإكزامان يمدلك how to stop corruption، ومدلك المعلومات اللي تستعملهم وانت تروح، اما شقيت تكون حفظت فقرات كامله ودير له كوبي كولي في الاكزام، اعرف بلي خرجت عن الموضوع. كي تهضر له على جنرال كوربشن وهو في الفقره مدلك على كاونتر فيتينغ ولا ماني لاندرينغ، اعرف بلي خرجت له كاملا عن الموضوع. هو يقول لك هاو تو ستوب ماني لاندرينغ، وانت تروح دير له كوربشن هكذا وهكذا على حساب واش حفظت. اتعلم ما تحفظش، اتعلم طبق. شغل انا ما حش نوري لك كيفاش تحفظ فقره، حنوري لكم كيفاش تابليكيو الفقره، كيفاش تكتب فقره من الصفر مهما يكون الموضوع تاعك. اوكي، باش هكذا التلاميذ ما يخافوش بزاف يقول لك لازم نحفظ فقرات وكاين 18 فقره لازم نحفظها. لا يا اخي، دوك نوري لك كيفاش، ولا يا اختي دوك نوري لك كيفاش تركب الفقره تاعك من اي موضوع كان. تعرف دير introduction، تستعمل المعلومات اللي مدلك باش دير body ولا development، والخاتمة كيف كيف صديبون الموضوع، تقدر تركب خاتمة من عندك. اوكي، هكذا تقدر تدي نقاطك نقاطي تاعك وتكون فاهم، واي موضوع يمدلك ما تستريساش.
هذا هو المبدأ تاع كيفاش تكتب فقرة. المهم خلاصة قول عامة برك، عندك introduction صديق الموضوع اللي مدلك، تعرف له introduction وتستعمل له مام السؤال اللي مدهولك هو، تعاود تصيغه برك. شت السؤال اللي مدلك بار اكزومبل يقول لك انت عضو من زعما جمعية لتعاون education، في الانترودكشن عاود ابليكيها له كوم سي نتايا، تقول له انا عضو من هذيك الاورغانيزاسيون اللي تحبس education تعاون الناس تقرا ولا اللي تحبس corruption. فهمتوني؟ تما انت تستعمل introduction تاعك، موراها تروح للبادي. في البادي قلت لكم في الجزء الاول صوتي سطر وخلي اندنتيشن اللي هي الاسباس تاع تبين له بلي صوتيت لفقره اخرى. اوكي تروح تكتب له البادي تاعك باستعمال المعلومات اللي مدلك، فيرست اوف اول، سكند اوف اول، معلومه ثانيه، ثيرد اوف اول، فاينالي، ومن بعد الخاتمه ان كونكلوجن. اوكي ان كونكلوجن واعطي له الخاتمه تاع صديق الموضوع واش يكون، اسكو عفسه مليحه ولا عفسه عيانه ولا عفسه لازم تحبسها. اوكي صديق الموضوع عفسه واحده اخرى، ماذا بيا تلاميذ اللي حيجوزوا يكتبوا فقره ما يروحش يعاود يكتب لي التكست، خاطرش كاين اللي بزاف يقول لك نعاود نكتب التكست في الفقره خاطرش ما نعرفش نكون فقره، نكتب التكست يمدوا لي زوج على خمسة ولا ثلاثة على ستة ولا هذه ما تكزيستيش، تدي صفر خارج الموضوع. كما قلت لكم في الجزء الاول تدي صفر، وانا تلاميذ توعي كامل اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش ماذا بيا كامل يدوا نقطه مليحه في الفقره، ماشي يدي لي انايا نص نقطه ولا ربع نقطه كيحاول يعاود يكتب التكست ولا صفر يعاود يكتب لي التكست في الفقره. هذو هما النصائح اللي حبيت نقولهم لكم وشرحتهم كامل في الجزء الاول. في هذا الفيديو حنابليكيو دوكا، في هذا الفيديو حنحكم ستة خمسة لي باراغراف نابليكي عليهم لا ميم شوز اللي نقول لكم باش تشوف بعينك كيفاش تكتب الفقره تاعك. نهضروا على كومبوزيشن خاطر هي اللي 99% اللي طيح ابار سبيتش والاخرين خاطر فهمتكم فيهم، بصح لا ميم شوز معاهم هذوك ثاني، انتروداكشن فيرست اوف اول سكند اوف اول، معلومه ترتبهم لهم على شكل جمل، ما ديرلوش مطاطا، رتبهم على شكل جمل، ومن بعد كونكلوجن تاعك اللي تقول فيها ان كونكلوجن. هاي راحوا للطابلو ونابليكيو الفقرات تاعنا في كل وحده، نعطيكم كيفاش يجوا. هاي نبداو نابليكيو واش كنت نقول لكم مقبل في كيفيه كتابه فقره على فقره حقيقيه. داكور هنايا مدك رايتينغ اكسبريشن عطاك التمهيد، قال لك if you were given the possibility to solve the problem of education in villages and remote places، يعني لو كان عطاو لك الفرصه باش تحل مشاكل، ريمارك يوم نحوي كاين solve a problem of education تدريس في villages and remote places، يعني في لي فيلاج والاماكن المعزوله كيما اللي يسكنوا في الجبال كيما يسكنوا بعيد ما كاش بلايص مدارس كبار بعد عليهم ب 5 كيلومتر ايتو، لو كان عطاو لك possibility باش تحل هذا المشكل what solutions would you bring، اي حلول راح تقدمهم. وش عندك هنا؟ عطالك الحلول، عطالك في topic 1 الحلول، تسمى دير حسابك باللي حدير التمهيد تاعك حيث تعرف فيه education، تعرف فيه تم، ومن بعد من تم استعمل هاد الانترودكسيون يمدلك باش تدخل في البادي اللي قرينا عليه في الجزء الاول اللي هو الاحداث. وش دير؟ عطالك المعلومات اللي حتستعملهم، انت ما عليك غير ترتبهم وتربطهم على شكل فقرة. عطيت لكم sequencers first of all, second of all, third of all, fourth of all ولا also etc. كي يقول لك solve problems دير حسابك باللي المعلومات هادو راح تابليكي معاهم must, should, need to, have to، معناتها يجب علينا، يستحسن بنا هذا، يستحسن بنا فعل هذا، أنصح بفعل هذا، وهم لك لي solution اللي حتستعملهم. ما تروحش عفسة تروح تكري عفسة من راسك لو كان ما راكش سير وش راك تكتب. اوكي هنا وش عندنا؟ هنا عندنا خمس معلومات ما علينا غير نابليكيو عليهم sequencers في البادي. اول شيء نديره قلنا نعرفوا education، هاي روحوا للفقرة education is studying and learning new things which is very important for everyone. I was given the possibility to solve the problem of education in villages and remote places. اول شيء درت عرفت education موراها مباشرة دخلت في الانترودكسيون. If you were given تولي I was given، راك تهضر على روحك. I was given the possibility to solve the problem of education in remote places. راك عاود كتبتها له كوم انترودكسيون. موراها تصوتي للديفلوبمون اللي هي البادي. في البادي هذه واش راح تهضر؟ ريماركي هنا واش كاين؟ First of all, second of all, third of all, also, finally.
دير حسابك المعلومات اللي مدهم لك حتى ابليكيهم على شكل جمل. First of all المعلومة الأولى. Second of all المعلومة الثانية. Third of all ولا thirdly المعلومة الثالثة. Also المعلومة الرابعة. Finally المعلومة الأخيرة. هاي نشوف الريمارك هنا. First of all we must supply all schools with more buses. First of all we must supply all schools with more buses. نروحوا إلى المعلومة and transportation. هذه استهمن عندي. قد ما تزيدوا example صحيح من عندك عارفكم عارفوا باللي حيزيدوا لكم ربع نقطة نص نقطة صديفوا المعلومة اللي تقدمها على الموضوع. Second of all, we have to build houses and for teachers. هذه غلط درتها tiers for teachers and build near schools for children. هاي راح نشوفه هنا. Second of all ولا secondly, build houses for teachers. هذه الشلطة ما تديرهاش دير and near schools for children. أنا كنت حاب نزيد هنا for children. هاي راح المعلومة الثالثة. Thirdly, we need a good boarding school system. ريماركيو هنا وش كاين boarding school system. دير حسابك باللي لازم تزيد له برك سيكونسر هذيك وتعطي له المعلومه الثالثه اللي مدها لك. هذه ابسط طريقه لكتابه فقره اللي نكتبوا فيها وتدي فيها نقاطي بزاف. شغل الاستاذ يشوفك راك داخل الموضوع راك تكتب بيان راك ترتب الجمل تاعك راك ديرهم على شكل جمل مع سيكونسرز راك فهمت الموضوع. اوكي هاي روحوا also اللي هي المعلومه الرابعه حبيت نقول also ولا fourth of all. We must connect the villages with the internet because it is very important to study with. شوفوا المعلومة الرابعة. Connect the villages with the internet. Okay. درنا له المعلومة الرابعة. Fourth of all, ولا also. وقدمنا له الفكرة اللي أعطاها لنا نكونها له على شكل جملة. Finally, اللي هي المعلومة الأخيرة. Finally, we need special pay raises for teachers who work in villages. Special pay raises for teachers who work in villages. أراك درت له هنا body ولا development ولا عرض بشكل ممتاز. أك عرفت له الصوليسيون اللي يكزيستيو. تحب تزيد دي صوليسيون من عندك إذا تعرف اللهم باركك تزيد في النقاطي تبعك. لو كان ما تعرفش ما كان لا تخرجوا على الموضوع. أو يهدر لك على education تبدأ تهدر له على الماكلة وjunk food وما بيش أنا corruption. أراك خارج الموضوع ينقص لك في النقاطي تبعك. شفا مليح. In conclusion, الخاتمه. In conclusion, education is a very important part of a human's life and everyone should have it. هنا درت له خلاصه بسيطه اللي هي كما يقولوا in conclusion education مهمه جدا في حياه الانسان. ما عليكم غير تشفوا على introduction صغيره اللي هي جمله واحده وخلاصه القول على كل وحده كما هنا education مهمه. الباقي كامل هذه ما تحفظوهاش. انا شفت تلاميذ يحفظوا 18 فقره على 7 وحدات ومن بعد يطيحوا لهم عفسه. يقول لك كونتراديكسيون تاعها بار اكزومبل تحفظ كيما هنا هاو تو سولف بروبلمز اوف ادوكيشن وتلاميذ راهم حافظين ادوكيشن اون جينيرال يحكوا على ليدوكاسيون في الامريكان ولا في الجزائر لا علاقه مع هذه الفقره. اوكي خارج الموضوع هذيك ما تروحش تحفظ. قلت لكم ماذا بيا تتعلم تكتب مهما يمد لك الموضوع والمطلوب. اوكي هذه الفقره تاع ايدوكيشن اللي مدوها لنا هما حبوا دوموندو منا هذه الفقره حنا عاودنا قدمناها لهم على شكل فقره هذوك المعلومات تاعهم. هاي نروحوا الى فقره اخرى لهديه تاع ancient civilizations. Ancient civilizations هي الحضارات القديمه داكور كي هنا على بالك التام على واش يهضر تقدر تجيب التعريف تاعها. قال لك many students mistakenly believe that ancient civilization made no contributions to modern societies. Use the following ideas to write an article about 80 to 120 words in which you explain shed light on those contributions to your fellow students. هنا قالك اكتب article كما هضرنا عليها في الجزء الاول كيفية كتابة فقرة article كيفاش تجي وقالك civilizations ومدلك المعلومات اللي راح تستعملهم. اوكي انت واش راح تدير عرف له ancient civilization ومن بعد استعمل هذه المعلومات في العرض تاعك ومن بعد ملتم دير خلاص القول على ancient civilization. شوفوا المعلومات هادو ما مليحة دوك نابليكيهم في الفقرة. أول شيء تعريف. Thousands of years ago civilizations existed all around the world. Okay. كانوا يكزيستيو الحضارات منذ آلاف سنين. Some of these civilizations are very well known and played a big part on how modern societies are now. هنا واش درت قلت لهم استعملت تمهيد اللي مدوهم لي هما في السؤال ورجعتو تمهيد. رجعتو مقدمة. انت واش دير دوكا مور ما دير المقدمة تاعك هذه روح للعرض في الارتيكل ديرو حسابكم بلي تجي كومبلي هكذا شغل باراغراف واحدة.
First of all, some civilizations contributed in developing systems of writing that developed through time. Developing systems of writing. عاود استعملت له الجملة اللي عطاها لي في العرض تاعي. Second of all, they helped in improving agriculture irrigation. هنا كان يقول لك كيفاش الحضارات القديمة عاون في الحضارة اللي رانا فيها دوكا ولا سوسيتي اللي رانا فيها دوكا. وش داروا تاني؟ كانوا يعاونوا improving agriculture and irrigation. عاود استعملتلو المعلومة تاعو على شكل جملة في العرض. ثالثا رمالكيو هنا inventing tools and making discoveries. هنا لازم تعطيلو أسباب وعلاش هاد الحضارات القديمة عاونتنا. نروح نديرو له in addition to ولا third of all صديقون شكو حابين توما. Some civilizations contributed by inventing tools and making discoveries. Inventing tools and making discoveries. ما كان لها تصعبها على روحك وهي تقدر تكون له فقرة بسيطة تدي فيه نقاطي. خير من اللي تروح تعاود تكتب له تاكست وتقول دوك يعطيني زوج على خمسة ولا ثلاثة على خمسة ولا زعما تقول أني غبت ودوك يعاونني. ما كاش. تدي زيرو لو كان تعاود تكتب له تاكست هذاك اللي مدلك. كون له فقرة من عندك. بالمعلومات اللي مدلك. اخر جمله قال لك هنا بون استعملوا في اخر معلومه استعملوا finally. هنا finally organizing social life. Finally the ancient civilizations were known for organizing social life all around the world. هذه استها من عندي ماشي اوبليجي تزيدها نتايا. In conclusion نورمالمون هذه تكون بالاحمر. In conclusion this civilization played a very important role in history and we must never forget it. خلاصة القول هذه الحضارات القديمة لعبوا دور كبير في تاريخ ولازم جامي ننسوها ولا ننسوا واش قدمت لنا السوسيتي تاعنا تاع دوك. شوفوا هذه الفقرة وشوفوا هذه المعلومات مادام شغل ابارك زدت شوية كلمة هنا وهنا خدش فقرة ماذا بيا نوريكم تاع 4 ونص ولا بصح لو كان استعملوا غير هذه المعلومات تقدروا تجيبوا النقاط تاعكم بكل سهولة. هاي نروحو بون هاد الفقره هذه شويها معوجه شويه شغل موجه. هنا قال لك some people think that satellites and space exploration are a waste of time and money while others disagree. هنا قال لك بعض الناس يظنون ان استكشاف الفضاء مضيعه الوقت والنقود وكاين ناس اخرين ما وافقوش هذا الراي تاعهم. You are a member of the space exploration. شوف هنا واش قال لك انت عضو من اسوسياسيون تاع الفضاء. هنا كي تبدا تهضر حتقول انا شو تستعمل البرونو انا اوكي. هنا قالك write a public statement of about 80 to 120 words in which you defend your point of view and try to convince people of their importance. هنا حتهضر على الامبورطونس تاع الفضاء واستكشاف الفضاء. تسمى دير حسابك حتستعمل كلمه because بزاف باش تعطي اسباب اوكي. اول شيء نديروه هي تعريف space exploration. تما واش دير هنايا؟ Some people think that satellites and space exploration are a waste of time. ابدا بتعريف space exploration. Space exploration is when humans go up to space in order to do research and study about the earth, the moon, atmosphere and other planets. ماشي اوبليجي تهضر كاع هذا. انت عرف له غير space exploration is when humans go to space in order to research. سي بون. خاطش راهم يديروا في البحوث في الفضاء. هذه استها من عندي معلومه زياده تقدروا تشوفوا عليها سي با لافان. تزيدوها. ومن بعد تقول some people think that satellites and space exploration are a waste of time and money while others disagree. ريماركي واش عاود استعملت له تمهيد تاعو باش يشوف بلي راني في الموضوع تاعو ما خرجش خارج الموضوع. You are a member of space association. واش تقول له I استعمل ضمير انا هنايا. I am a member of the space association. I am a member of the space association. ادخل له في العرض تاعك ابدا تفهموا واستعمل المعلومات اللي مدلك. First of all, I would like to say it is important because we can use it to, for telecommunications and exploring expeditions. Telecommunications and exploring expeditions. رمالكي وهنا عطالك telecommunication and exploring expeditions. ثم استعمل الجملة التمهيد تاعك ومن بعد ابدا تكون له في الكلمات والمعلومات على حساب وش مدلك. المعلومة الثانية اللي نمدوها له وش نستعملوا فيها؟ Second of all, it is important for gathering information about other planets. هاي نشوفوا المعلومة gathering information about other planets. نورمالمون حتى الآن أكو فهمتوا شغل بديتوا تفهموا كيفاش تكون الفقرة.
Also, we need it for research and weather forecast. Research, weather, forecast. انت ما تديرش المطة استعمل and. هاي نزيد نشوف المعلومة الأخيرة تعنا. Finally. Finally, space exploration is very important to predict natural disasters. يعني باش كما يقولوا استكشاف الفضاء حتسحقوا باش تعرف كي صراو تسوناميز ولا يكون فيضان ولا حيكون كما يقولوا إعصار تقدر تشوف من الفضاء بالساتلايت هادوك. Okay. هنا استعملنا قاع المعلومات تاعنا نقاطي راهم يزيدوا دوكا اخر شيء in conclusion ما تنساوش لازم الخاتمه هنا قالك in conclusion space exploration is not a waste of time ليس مضيعه للوقت and we need ولا needs to be given a lot of importance for the future of science لازم تمدلو اهميه كبيره من اجل الفيوتشر تاع السيونس شغل باش يديفلوبا السيونس لازم ديروا استكشاف الفضاء هاي اللي كل فقرة تاعك باستعمال المعلومات اللي مدلك تكون الفقرة تاعك تدي فيها 3.5 4 حتى 4.5 قد ما تزيد معلومات من عندك نقاطي راهم يزيدوا بكل بساطة هاي نروحوا إلى فقرة أخرى اللي هي على advertising شوف كي تقرأ برك السؤال تقدر تعرف على وش هذه الفقرة advertising هنا وش نديرو أول شيء اللي نديرو قالك advertising has become a real menace to children يعني ولا تهديد كبير للأطفال الصغار وعلاش لي بيبليسيتي دوك في وقتنا وش راهم يديرو راهم يبينو هاد لي بيبليسيتي للدراري صغار خاطش كوم دي زادولت كي تشوف بيبليسيتي ماشي اوبليجي تشري هذيك البرودوي ولا هذيك الماكله اللي راك تشوفها ولا بار اكزومبل طوموبيل ولا الايفون ماشي اوبليجي تشريها خاطش تعرف بلي كاين مصروف كاين ليميتي كاين كل واحد كيفاش مي اطفال صغار كي يشوف بيبليسيتي تاع ايفون جديد يروح ديريكت يهبل الوالدين تاعو يقول له ابي شري لي هذا التليفون ولا والدتي شري لي هذا التليفون شغل يقعدوا يهبلوا فيهم كيما راكم تشوفوا دوكا كامل راهم بلي ايفون 11 ايفون 12 اكسيتيرا المهم انت واش تروح دير عطالك المعلومات وعلاش ادفرتايزينغ مناص للدراري صغار انت راح تبرر له برك وعلاش استعملهم له في العرض وسي بون اول شيء دير تعرف ادفرتايزينغ هنا قالك ادفرتايزينغ از ذا بابليسيتي اوف ا برودكت كومباني اور فود ادفرتايزينغ هي بيبليسيتي تاع برودوي ولا شركه ولا اكل that we see on our phones, television and social media اللي نشوفوهم في تليفون في تلفزيون ولي ريزو سوسيو هذوك سبونسوريز اللي يخرجوا لكم it can be good and can be bad ولا it can be good and bad معناتها يكون جيد وسيء so therefore advertising has become a real menace to children راح تستعملنا له التمهيد تاعو داكور مور ما تستعملوا التمهيد تاعو وعرفت له التام هذا صوتي له الى العرض في العرض ريماركيو first of all second of all in addition finally رتبنا له الجمل اللي مدهم لنا ولا معلومات اللي مدهم لنا رجعناهم على شكل جمل ونبداو نستعملو first of all advertising لازم تهضر عليه advertising encourages spending money on unnecessary goods such as expensive phones cars and junk food encourages spending money on unnecessary goods هذيك ايفونز اكسبنسيف كارز زدتها من عندي تقدروا تزيدوها ولا ماشي اوبليجي تزيدوها second of all it rises family expenditure a lot which can harm some families rises family expenditure a lot معناتها المصروف العائلي يزيد قد ما الناس قد ما الوالدين راهم يصرفوا دراهم على اولادهم قد ما المصروف تاع العائله راه يزيد Also, هذيك المعلومة نسيت نورمال مو هذه بالاحمر ما درتلهاش الاحمر. Also, advertising causes excessive consumption due to children demanding too much from parents. Excessive consumption. أو تستعملتلو هذه. Advertising has become a real menace because it demands excessive consumption. La consommation والمصروف يزيد كل شهر ولا كل سمانة كي الناس يشوفوا لي بيبليسيتي ودراري صغار هذوك يدومونديو واش كاين في البيبليسيتي. رانا نقولوا له المعلومات اللي مدهم لنا على شكل جمل in addition بالاضافه it can شوفوا مره تستعملوا الموضوع مره تستعملوا الضمير تاعها advertising ومن بعد it rises بعد advertising ومن بعد it can increase debt due to always spending too much money increase debt داكور finally advertising has become a real menace to children because it can cause obesity and other diseases
obesity, other diseases. استعملنا المعلومة الأخيرة معها finally. هنا حبيت نمد these examples from all the junk food children are seeing on ads and eating them. هذه على الأكل هذاك غير صحي اللي يشوفه في البيبليسيتي ولا شغل يروحوا يشروهم بيسك شافوهم بيبليسيتي وما يأكلوهم ويقدروا يمرضوا. أما diabetes ولا لاتونسيون ولا صادق blood pressure. In conclusion, خلاصة القول, we must educate this generation about advertising and its harms and benefits. يجب علينا, في خلاصة القول, يجب علينا توعية الناس والأطفال الصغار عن ولا this generation, معناتها هذا الجيل هدايا عن البيبليسيتي والأضرار والفوائد تاعهم. هذه هي الفقرة تاع advertising باستعمال المعلومات تاعهم. ما عليك غير تحفظ شوية من تعريف advertising وتفهم الconclusion كيفاش ديرو. عندنا هنا الفقرة اللي قال لك topic 1. You have been asked to write an article for your school magazine about fraud. Fraud, لو كان شفتوا الفيديو تاع شرح ترجمة وترجمة المصطلحات, fraud هي الأفسة الفالسو. داكور, قالك اكتب ارتيكل على fraud and the consequences of fake goods and uncontrolled import. هنا هذا الموضوع تاع corruption, داكور, ethics in business, corruption. في هذه الحالة انت وش تدير؟ اول شيء ديرو عرف corruption on general. انا اعطيت لكم تعريف صغير تاع corruption, مراها ادخل له في الفرع تاع corruption اللي هو fraud. مور ما تعرف له fraud سي بون درت له تمهيد, ادخل له في development اللي هو البادي. في البادي وش راح تدير؟ حتستعمل هذه المعلومات هذوما باش تكون العرض تاعك. وبعد الكونكلوزيون راهو باين, قال لك اهضر على لي كونسيكونس تاع تبيع الاشياء الفالسو وتشريهم وتبزنس بهم اون جينيرال, اللي هي هذه بيان سور الخداع. كياك تخدم بهذه الاشياء هذو تقول له بار اكزومبل هذه الطوموبيل جديده وهياك بعتها له قديمة, بدلت لها غير الكونتر ولا تبيع له حوايج جدد, تقول له هادو حوايج جدد وهما قدم, شغل عندهم عام عامين وهما يتلبسوا اكسيتيرا. عندك هاي نستعملوا introduction, لازم تدير لي سباس تاعك بيان سور. اشفوا بلي indentations توجور اكزيستي وعطيتهم لكم في الجزء الاول من كتابة فقرة. Corruption is a worldwide phenomenon and illegal behavior we find in companies, governments and all kinds of workplaces. Corruption هو فينومين عالمي يكزيستي اللي هو illegal, تلقاوه في شركات دول وأماكن العمل. داكور, fraud is one of many sorts of corruption. تقول له باللي الخداع هي نوع من أنواع الكوربشن الفساد. I have been asked to write an article about the consequences of fake goods. رماركي هنا you have been asked, وش ولات I have been asked to write an article for your school magazine. عاود استعملها له في التمهيد تاعك. مور ما تستعمل له هذيك الجمله ادخل له في العرض. ريمارك في العرض, first of all, second of all, also, finally. هذوما كامل حنستعملهم في العرض. First of all, fraud is unethical and immoral. انا نهضر على fraud. ريمارك الجمله unethical, immoral. هاي ليك الجمله الاولى تاعك. Second of all, it is an illegal business which can have people going to jail. ثانيا, هذه كما يقولوا عمل غير legal, ماشي legal, اللي تقدر تخلص عليك به في الحبس. ماشي اوبليجي تزيدوا هذيك تاع الحبس, انا حبيت نزيدها هنا. اللي يقدر يضيفها يضيفها كي يعطوا له هذا النوع تاع النصوص تاع الفقرات. Also, fraud affects people's health. رماركي باللي كي زعما انت تنفيستي دراهم كبار في عبسه ومن بعد في لافان تتخدع, ماشي كيما كنت تسناها ولا ماشي كيما تفهمت عليها. اعرف باللي صحتك حتنضر. تسمى داك واحد يقول لك نبيع لك كونتينر تاع لي برودوي, نتايا تروح تشريه داير في راسك باللي جا من الانجليز ولا من الطاليان ومن بعد تلقاه جاي مع بيش هنايا من الجزائر هنايا, شغل عاود برك عمرو في كونتينر وعاود بحولك ومشي تاع الصح, خدموه شغل فلاشين ولا شغل كيما يقولوا طروازيام شو. تما هذه اي ضر في صحتك. هاي ليك افكتس بيبلز هيلث. نديرو اند ونقولوا ايكونومي اوف ذا كونتري اند ذا ايكونومي اوف ذا كونتري وذ تو ماتش فراد. شغل الشركه البلد اللي عنده بزاف الخداع هدايا. داكور, قال لك تاثر على الايكونومي تاعك خاطر واحد ما يولي يشري عليك بيسكو وليت معروف باللي تبيع لي برودوي ماشي ريال.
عندنا هنا يا الجملة الأخيرة اللي هي finally. Finally, fraud causes people to lose a lot of money, especially if they spend. رمارك هنا يا to lose a lot of money. هذه يستعمل عندي especially if they spend a lot of money on fake goods. هنا معناتها سيرتو لو كان يصرفوا بزاف دراهم على لي برودوي كي سون با ريال اللي هي فيك. خلاصة القول تاعها هذه تقول in conclusion fraud is a very bad act and must be stopped. يجب علينا توقيف الفراد ولا مهما يكون counterfeiting ولا bribery ولا embezzlement مهما يكون نوع الكوربشن يجب علينا إيقافه. Actions need to be taken to prevent it from spreading even more. يجب علينا أن نقوم بليزاكسيون ولا كما يقولوا قوانين صارمة ولا لتعاقب هذه العباد باش تمنحها من الانتشار أكثر. هذه هي كيفاش تكون فقرة على corruption. وش تدير؟ تستعمل المعلومات اللي مدلك هنايا وتكون بهم الفقرة تاعك. دوكا كيما قلت لكم ماشي اوبليجي تحفظ 80 فقرة وتروح للباك حافظ، يقدر يبدل لك صيغة السؤال ولا النوع زعما هنا يعطيك counterfeiting وانتك حافظ تاع fraud تغلط في الفقرة كاملا تولي خارج الموضوع تقدر تدي صفر. تسمى AEVT تحفظ، روح فاهم كيفاش تكون الفقرة تاعك. لي عنده أي سؤال على كتابة فقرة كما درناها اليوم في مختلف المواضيع يقدروا يطيحوا لي لونغ ولي سيونتيفيك ولي جيستيون ولي فيلو كيف كيف هادو ما جبتهم لي فقرات من جميع أنواع لي باك في الأعوام اللي فاتوا. انت واش تروح تدير دوكا؟ تحكم أي فقرات أو تابليكي عليها لا ميم شوز كما درنا. ريماركي وهنا بدينا من education الفقرة الأولى هاليك تمهيد ومن بعد العرض الخاتمة. First of all, second of all, thirdly, also finally بالمعلومات اللي مدلك والخاتمة in conclusion. كيف كيف هنا يا. First of all, second of all, in addition to حبيت نبدل هنا finally والخاتمة. كيف كيف كيما راكو تشوفوا هنا كيما درنا advertising كيما corruption. هكذا كيفاش تكتب فقرة بكل سهولة وإن شاء الله تدي كاع النقاط اللي تستاهل. اللي عنده أي سؤال يطرحه منا في لي كومونتير دون مشكل بأي ولا في الانستغرام ناصري أونجلي مدى بينا كامل تنجحوا. وكما راني نشوفكم باللي في المسابقات راكم تشاركوا في الاسئله في الفيديو اللي مقبل راكم فريمون تفهموا الدروس ما شاء الله عليكم وصافي فريمون بليزير يا تلاميذي الاعزاء راني فرحان بكم الماكسيموم ما تقدروش تامنوا. هذه هي كما قلت لكم اي سؤال انا هنايا وهكذا تقدر تقول انا ما نحبش نقول للتلميذ تقدر تجيب ديسات ديزويت نطمع فيه ماذا بيا التلميذ هو يكون سيري سيرته مروحو باللي راح يجيب هذيك الديسات خاطر شوفوا الباك كيفاش راح يطيح. راح يطيح 5 ولا 6 من الدروس اللي درناهم كامل مقبل يخيروا لكم 5 دروس ولا 6 تاع جرامر يحطوهم لكم في الجرامر والنص اسئله في النص وترو فولس انا وريت لكم كيفاش تحلوهم الكلمات المستطره في النص ثاني فلاشان تاع ناصي اونغلي في البلاي ليست لفيديو كامل راني نشرح لكم شاك تمرين وشاك درس تاع جرامر كيفاش جاي. الفقره رانا درناها تما واش يطيح لك في الفقره تقدر تريبوندي عليها. وبارك الله فيكم كما قلت لكم ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم وبقى على خير.